بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النهاردة هو Vesper Theory. Vesper هي اختصار لجملة هي Valence Shell Electron Pair Repulsion. Valence Shell اللي هو غلاف التكافؤ أو الغلاف الخارجي للأتوم. Electron Pair يعني أزواج الإلكترونات اللي موجودة في هذا الغلاف. Repulsion يعني تنافر. فاحنا هنتكلم عن نظرية بتستفيد من التنافر اللي موجود بين الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي لأي ذرة، لأن طبعا الالكترونات كلها بتحمل شحنة سالبة، فطبيعي ان يكون ما بينها تنافر. فهنشوف ازاي التنافر ده بيأثر على شكل او الشكل الفراغي بتاع الجزيء ككل اعتمادا على الالكترونات الموجودة في الغلاف الخارجي للذرة المركزية في هذا الجزيء. فلو خدنا اول مثال معانا BeCl2، طبعا نظرية فيسبر هي بتعتمد على ان احنا اساسا هنرسم اللوس ستراكشر بتاع المركب بتاعنا. فاذا رسمنا اللوس ستراكشر صح هنقدر نستنتج الشكل الفراغي للجزيء صح، واذا رسمناه غلط يبقى هينتج استنتاج خاطئ طبعا. ودايما بنرجع للجدول الدوري بتاعنا اللي المفروض يكون بشكل عام موجود في ذاكرتنا. التريليوم موجود في الجروب 2، فالفيلنس شيل بتاعه موجود فيه 2 الكترونز، والكلور موجود في الجروب 17، فالفيلنس شيل بتاعه الاوتر شيل بتاعه موجود فيه 7 الكترونز. فعلى هذا الاساس نبتدي نرسم اللويس دوت ستراكشر بتاعه. طبعا مركب بسيط جدا، التريليوم في الوسط وعندها 2 الكترونز بتاعتها هتشارك بيهم عشان تكون رابطة مع الكلور من الجهة اليمنى وربطة مع كلور من الجهة اليسرى، والكلور هتشارك بواحد الكترون من السبعة اللي في الاوتر شيل بتاعها مع البريليوم. فيدينا ان الستراكشر او الجيومتري بتاعت الموليكيول اللي عندنا هيكون لينير، تمام، كلهم على استقامة واحدة، والزاوية ما بين التو بونز دول هتكون 180 درجة. تمام، قبل ما ننتقل للمركب اللي بعده يهمنا نشوف بعض الملاحظات على الفيسبر ثيوري. اول حاجه لازم نفتكرها ان Vesper theory is used to predict the shape. The shape يعني the geometry، يعني الشكل الفراغي of the molecules from the electron pairs that surrounded or surround the central atom of the molecule. يعني الشكل الفراغي للجزيء ككل بيتحدد عن طريق معرفه الالكترونات او ازواج الالكترونات electron pairs اللي بتحيط بالذره المركزيه في هذا الجزيء. طبعا ازاي هنعرف نحدد الشكل الفراغي؟ طبعا using Lewis dot structure. و Vesper theory is based on the assumption that the molecule will take a shape such that electron repulsion in the valence shell of that atom اللي هي central atom is minimized. يعني المركب هياخد شكل بحيث انه عاوز يضمن لنفسه شيء محدد، الشيء ده هو ان الترافر بين الالكترونات الذرة المركزية في الفالنس شيل بتاعها يكون مينيمايزد، يكون اقل ما يمكن. وهتعمل مينيمايزيشن ده ازاي؟ بانها تعمل ماكسمايزيشن للديستانس بتوين الالكترون بيرز. تمام، فكل ما تباعد بين الازواج بتاعة الالكترونات كل ما تخلي الديستانس ما بينهم بعيدة، الزوايا كبيرة، يبقى هيكون التنافر ما بينهم اقل، يبقى هيكون ده الشكل المور ستيبل ليها اللي هو عنده انرجي مور ستيبل انرجي. تمام، في ملحوظه مهمه. It's important to note that electron pair geometry around the central atom is not the same thing as molecular structure. يعني في ملحوظه مهمه هنتعرض لها في الامثله اللي جايه، ان لما ترسم اللويس دوت ستراكشر وتلاحظ الذره المركزيه في المركب هتلاقي ان ممكن بعض الذرات عندها الالكترون بيرز بتاعتها مشتركة كرابطة، وعندها ايضا الالكترون بير نون بوندنج اللي هي اللون بيرز اوف الكترونز. فانت لما تشوف الشكل الفراغي للمركب تركيزك على الاتومز، يعني انت بتعرف تأثير اللون بيرز، لكن بعد ما تعرف تأثيرها وصفك للشكل النهائي للمركب بتعتمد فيه على مواقع الذرات فقط. تمام، وهنشوف مثال يوضح ده بعد شوية. طيب ايه هي الخطوات بالترتيب اللي احنا هنستخدمها عشان نطبق الـ Vesper theory ونعرف الموليكولر شيب او الجيومتري بتاعت الموليكول
اللي قدامنا. اول حاجة ان انت هتحط الليست الكترونيجاتيف اتوم، هتحطها كسنترال اتوم، تمام؟ ودليل لانها طالما هي ليست الكترونيجاتيف فهي عندها ability ان هي تعمل شيرنج بالالكترونز بتاعتها، تمام؟ فده بيبقى الموست ستيبل ستراكشر، ان انت هتحط الذره الاقل سلبيه كهربيه في النص كسنترال اتوم. بعد كده هتحدد كل الالكترونز اللي بيحتويها الاوتر شيل لجميع الاتومز في المركب، تمام؟ determines electrons belonging to the outermost shell of all atoms in order to obtain the total valence shell electron pair number. يعني هتروح للبريودك تيبل وتشوف كل عنصر من بتوعك في الجزيء موجود في انهي جروب، فتعرف الاوتر شيل الكترونز بتوعه قد ايه. بعدين هتعمل سميشن لكل الاوتر شيل الكترونز بتاعت كل الاتومز اللي في الجزيء، وبعدين تبتدي تحسب انهي مجموعة الكترونات انت محتاجها لعمل روابط. مجموعة الالكترونات اللي محتاجها لعمل روابط هتكون مرتبطة بالذرات الموجودة، وده هنشوفه في المثال بعد شوية. وبعدين هتبتدي تعرف او تحدد كم الكترون هيكونوا لون بيرز على السنترال اتوم، وبعدين هتبتدي ترسم اللويس دوت ستراكشر. هنبدأ بالراحة في المثال الجاي، وهناخد الخطوات دي واحدة واحدة لحد ما نشوف أمثلة بينطبق عليها جميع الشروط عشان نعرف ازاي بنستفيد بالفيسبر سير. فلو رجعنا لنفس المثال البسيط اللي بدأنا بيه PeCl2 وطبقنا نفس القواعد اللي احنا لسه متكلمين عنها، فالبريليوم موجود في الاوتر شيل بتاعه 2 electrons والكلور موجود 7، يبقى التوتال نمبر اوف electrons لجميع الاتومز في هذا الجزيء هتساوي 2 بلس 7 في 2، تمام؟ عشان 7 الكلور دي و7 الكلور دي، تبقى التوتال نمبرز اوف the outer shell او the valence shell electron pairs هتكون 16، تمام؟ ال 16 دول هنسحب منهم 4 الكترونات لتكوين ال 2 bonds. هنا في 2 electrons، واحد من البريليوم واحد من الكلور، وهنا في البوند دي 2 electrons، واحد برضو من البريليوم واحد من الكلور، يبقى عندنا التوتال بتاعهم 4. يبقى التوتال نمبر اوف بير الكترونز ناقص النمبر بتاع الالكترونز اللي مكونه البوندز اللي قدامنا هيساوي 12. دول المتبقيين، تمام؟ دول النون بوندنج الكترونز. هيتقسموا ازاي؟ هيتقسموا على التو كلورز الموجودين قدامنا، يبقى 12 divided by 2 هيدينا 6، يبقى كل واحده فيهم يبقى عندها 6 الكترونز او 6 نون بوندنج الكترونز. نيجي بقى احنا كده عملنا اللويس ستراكشر، تمام؟ يمكن نحدد الجيومتري. دلوقتي السنترال اتوم اللي قدامنا عندها 2 بونز، عشان تخلي الالكترونات الاربع الكترونات دول التنافر ما بينهم مينيمايزد، يبقى لازم تخلي الديستانس ما بينهم بعيده جدا، يعني الانجل ما بينهم تكون اكبر ما يمكن. فعشان كده لازم تكون اكبر زاويه تقدر تبعد بين الالكترونات دي وبعضها هي 180 درجه. لو حركت البوند باي مكان تاني هيصبح الزاويه اقل. فطبيعي ان عشان الجزيء يبقى ستيبل مور ستيبل، يبقى لازم يخلي الريبالشن ده مينيمايز، يبقى الزاويه دي لازم تكون 180 درجه، يبقى المركب ده لينير. طبعا في بعضكم هيجي يقول لي احنا بنعمل كل الكالكوليشنز دهيت، الموضوع سهل، انا عارف البريليوم هيكون 2 بونز، واحده مع سي ال واحده مع سي ال، وهحط بقيه الاوتر الكترونز، مش محتاج اقعد احسب كل الحكايه دي. الحكاية دي هتحتاج تحسبها في النماذج أو الأمثلة المعقدة أكتر شوية، وهتفيدك كمان في أمور أخرى لما تيجي ترسم اللوست دوت ستراكشر، وتلاقي قدامك أكتر من إمكانية لرسم الستراكشر، وتبقى بتقارن مين فيهم اللي هتصلح إنها تكون فعلا الشكل الحقيقي المركب. فالطريقة دي صحيح هي يعني بالنسبة لمثال بسيط زي ده طريقة حسابات طويلة، أو أنت ممكن تقول عليها ملهاش لازمة، بس هي ليها لازمة وهتنفعك بعد كده في الأمثلة اللي هتشوفها إن شاء الله. المثال اللي بعده هو BF3، وعشان نرسمه هنرجع برضو للبريودك تيبل. هنلاقي إن البوروم موجود في الجروب 13، يعني الأوتر شيل بتاعه موجود فيه 3 إلكترونز، والفلور موجود عند الجروب 17، يعني في الأوتر شيل بتاعته فيه 7 إلكترونز. بنفس الطريقة هنبتدي نحسب التوتال نمبرز اوف الكترون بيرز. فعندنا البورون عندها 3، الفلور كل واحدة 7،
يبقى 7 في 3، يبقى 3 زائد 7 في 3 يدينا 24، و24 ماينس 6، الـ 6 اللي هما بنستخدمينهم في الـ 3 روابط، كل رابطة معاها الكترونين، يبقى 6 الكترونات. طبعا احنا لازم نرسم روابط بين الذرات، تمام؟ فعدد الروابط اللي عندك هما 3، فانت هتقول 24 ناقص الـ 6 يدينا 18. 18 دول المتبقيين اللي هما non bonding electrons. هيتوزعوا ازاي؟ هيتوزعوا على 3 terminal atoms اللي هما الفلور، ويبقى كل واحدة فيهم معاها 6 non bonding electrons زي ما هو مرسوم. كده احنا حسبنا الخطوات اللي اتكلمنا عليها. نبتدي بقى بعد ما رسمنا اللوس دوت ستراكشر نحدد الجيومتري. علشان الـ 3 روابط دول يكون الريبالشن ما بينهم اقل ما يمكن، فلازم الزاوية ما بينهم تكون اكبر ما يمكن. فاذا رسمنا المركب على شكل تي شيب مثلا، هنلاحظ ان الزوايا هتكون 90 درجة بين كل 2 من ذرات الفلور، واثنين تانيين بينهم 180. ف90 درجة دي مش مريحة، هيبقى الريبالشن فيها عالي. لكن لما نرسمه على شكل تريجونال بلانر، على شكل مثلث طبعا مسطح، هيكون الزاوية بين كل بوند والتانية 120 درجة. فدي أكبر زاوية ممكن يحصل عليها البيرز اوف الكترونز اللي مكونة الروابط دي، وبالتالي يبقوا في الحالة دي هما مور ستيبل. طبعا في احد الاسئله اللي انت لازم تكون منتبه لها، ان البورون هنا حواليه في 6 الكترونز بس، مش مستوفي للاوكتت رول. البورون ده اكسبشن، فانت لازم تبقى عارف ان هو في الحاله دي هو ستيبل، رغم ان حواليه 6 الكترونات بس كون بيهم الروابط. المثال اللي بعده اللي معانا هو الميثين CH4، وعشان برضو نرسم اللويست دوت ستراكشر بتاعه نرجع للبريودك تيبل، هنلاقي ان الكربون موجودة في الجروب 14، فالاوتر فالنس شيل بتاعها موجود فيه 4 الكترونز، تمام؟ والهيدروجين طبعا ما عندوش غير الكترون واحد. مهم جدا وانت بتدرس الكيمياء ان يكون دايما قدامك البريودك تيبل، بص عليه كل شوية لانه مفيد جدا. طبعا هنا بنحط الكربون كسنترال اتوم والهيدروجين تيرمينال اتوم، وبنبتدي نحط الـ 4 الالكترونز حوالين الكربون اللي هتبتدي تكون بيهم 4 روابط مع الـ 4 هيدروجينز، وكل هيدروجين هتشارك بالكترون تاني وتتكون الـ 4 روابط حوالين الكربون. سؤال هيجي من حد، ان ليه احنا حطينا الكربون هي السنترال اتوم؟ لان في اكسبشنز للفالنس شيل ثيوري، للفيسبر ثيوري، ان دايما تحط الهيدروجين اتوم كتيرمينال اتومز، ما تحطهاش ابدا في السنتر. بنفس الطريقة هتحسب الـ total number of electrons بتاعت الـ valence shell بتاعت كل الـ atoms، هيطلعوا 4 زائد 1 في 4 اللي هي بالـ 8. 8 ناقص الـ 8 electrons اللي هيكونوا الـ 4 bonds يبقى 0، يبقى ما عندناش أي non bonding electrons. هنرسم المركب بحيث ان الكربون في السنتر والأربعة هيدروجين هيكونوا حواليها، والشكل الفراغي للمركب هيكون تتراهيدرال، يعني هرم رباعي الأوجه. يعني انت لو وصلت خطوط وهمية ما بين الهيدروجينز الموجودة، هتلاحظ ان شكله كأنه هرم واقف على قاعدة وله 4 أوجه، في وجه من هذه الجهة، وجه من الجهة الأخرى، ووجه من الخلف، والقاعدة اللي واقف عليها. فالشكل ده بنسميه تتراهيدرال. طبعا ليه المركب ما أخدش شكل سكوير بلانر وبقت كل الهيدروجينات على نفس البلين بتاع الصفحة والزوايا ما بينها 90 درجة؟ لأن هيكون الريبالشن عالي. 90 درجة دي زاوية مش هتسمح لها، او هتخلي التنافر ما بينها عادي. الزوايا ما بينها بشكل التتراهيدرال، اصبح الزاوية بين كل 2 هيدروجينز او ال 2 بونز دول 109.5 درجة، اكبر من 90 درجة. فطبعا كده قللت الريبالشن ما بينها. فالجيومتري بتاعت الميثين هي تتراهيدرال مش سكوير بلانر ابدا، تمام؟ أمثلة تانية هنكمل فيها إن شاء الله كلام عن الفيسبر ثيوري في الفيديو اللي بعده إن شاء الله.